السلام عليكم اخوان، صباح الخير. جينا انا وخلال اليوم ما كنتش عوال باغي نصور، مشيت لا كاميرا الاول كنصور على التليفون الاوبو. جينا البلايص هنا خدينا واحد الصوره ثاني تذكاريه انا وخلال. كما كتشوف الاخ خلال هو جالس يصغف واحد السويك ديالو. صراحه جينا واحد البلايص هنا الطريق ديالها مزيره بزاف وكيلا الله كاين الشوك. هنا راه مازال هاد البلاصه هادي راه فيها شويه ديال الاتساع. هاد البلاصه هادي كما كتشوف فيها شويه ديال الاتساع، البلاصه مزيره بزاف. الى تفرجتوا في الفيديو السابق يعني في داك الرحله انا وواحد الاخر كان ما بغاش يبان في الفيديو، كان ماشي مشكل فهمتي، بنت انا الاغلبيه بنت انا بوحدي. المهم لي ظروف خاصه هو ما بغاش يبان، يعني داك الشيء تيبقى خاص ليه. جينا نفس البلاصه قلنا نخرجوا قبل رمضان نجيب واحد البلايصه هذه، ولكن ما صراحه ما كنت عول انني غنصور بالكاميرا شي حاجه، حتى الاخ علال علمني البارح يعني معطل ما جاش، غنبقى نقلب على الكاميرا تخولي كارت ميموار وهذه. هذا هو اللي كان، هذا هو الخطا اللي طحت فيه كما كتشوف. هذا هو الممر اللي عندي زمنه انا والاخ علال. هو الاخ علال دايز هنا تقول لك شدني شدني، شنو نشدك انا يشدك وحش. الممر هنا كيلا الله يقوم، مازال هذا واسع شويه، الاخر الاخر مزير بزاف. الحصله حصله وتصله سمعتي. والمناسبه ان شاء الله عندي واحد الموضوع اخر. عندك نلعب شويه بسي سير عارف على الله يقانايا سيس علل علل وحده 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 تجر لك عنقك. هاي هاي هي لاصقه في عنقك. هاي هنا هاي هذيك 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 اللي غاده معك، هذيك اللي غاده معك، هذيك غتجرك تشرب لك الحنق هذيك. حيده حيده سمعتو. الحمد لله خليت علل مشى هو الاول دار لي الطريق. ها دابا ما كان الله يقاسي الزكريين مولا في الله يقانايا. يا ودي عطلقي ها ها الوحله شتي لا صافي لا رجع فحنا. كما كتشوفوا الاخوان خرجنا من هذه البلاصه، هذه الطريق اللي دزنا منها دابا ما كاين لا طريق لا والو، غادي نرجع فحنا على الطريق ديالنا. نشوف قريبة دغيا تخرج. يلا سير 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 نشوف انا نخرج معاك اليوم. سمعتي يلا ما كاينش طريق اصاحبي، الطريق ما كايناش سير. هذيك نقدروا ندوزو منها ولكن اجي علا نختصروا اجي اجي. ها واحد الله يتنهودوا منها. دوز دوز من تما، دوز بلا بيكالا تنبدك بيكالا سير. انا الاخوان دابا غنشوف واش كاين شي طريق ولا لا، غنقادو الطريق من غندوزو. ما هي الصراحه راه الدنيا مراون هنا على الله فهمتي. غنشوفوا كاين شي طريق، غندير الطريق الطريق ديالنا الا كاين شي طريق. كاين شي طريق غنديروهم، ما كاينش راه نرجعوا فحالنا، نرجعوا للبلاصه اللي كنا فيها. انا البيكارا صاحبي ما غتبقى لا بيكارا ولا انا، راه خاصك منجم. ها المهم كاين الطريق. ايوا صالح كان طريق راه مزيان. يلا الاخوان نهرسوا العواد دابا، نشد نعاون عليه نهرسوا العواد. منين شوف الاخ على الراو وغادي تي نتبعوه في يد الله وصح. صراحة هاد البلايص هادو انا والله اخويا مخرقين بزاف. ها انتم الاخوان شوف الشوك كي داير في الكيدون هذاك العواد. والله العظيم تقول داخل ديك الكونغو ديال المقراطية. كون عاد صاحبي كحكا غتجي معاك، انا ما جايينش اساس باش نديرو خرجه ولا هادي كحكا. ها ضاربين دويره وصافي تزقنا في هاد مرة. تجي معاك شي منشار شي مقيس وتبقى تحيد هاد العواد، تلقى حتى بنادم الا بغا يدوز من هنا لقى منين يدوز. اش كاين هنا شي ناس؟ لا لا غتبقى توحل لي في الجناب اصاحبي. كادر ما يبقى كادر ما يبقى. هما صحيح كون عاد رنا الطريق الشانطينيش كما كتشوف الاخوان. هاد الطريقة ديالها مزيانة، ها هو فيه اتساع. ولكن ان شاء الله ما غاديش نرجعو عليه، غنرجعو لواحد الطريق اخرى. مزيان والله الا مزيان هنايا. ما عرفتش انا، ما عمري جيت لواد بوركريك. سير سير علي سير سير من تما. لكن او غادي ما كانش اخويا كان الطريق هي هذيك، ما كانش طريق رجعوا للطريق ديالنا اللي تما عندنا ما ندير. لا راه ضروري الا خرجنا للواد تحت نعرف ديك البلاصه اللي جينا ليها. خرجوا خو الشونطي رجعوا الشونطي. المهم الاخوان كما قلت لكم اي صديق ما يخرجش من عنده بيكالا ما يخرجش الا ما كانش عنده الماتيريال البياس، يعني البياس هو الاهم.
راه مهم بزاف بالنسبه لاي واحد، راه ماشي غير اجي وخرج للطبيعه. يعني ملي كتكون دير واحد الطراجي بوحدك ولا انت والاصدقاء، راه ضروري كيكون عندك الماتيريال باش ما كطيحش بزاف ديال الاخطاء. الاخطاء اللي طحت فيهم انا ما كيبغيش واحد اخر يطيح فيهم. راه اي واحد دراج ولا هادي راه عندي كيكون عنده الماتيريال، عندي لاراش، عندي لاراش ديال البلاطو، عندي كلشي. اي خطا تطيح فيه، يعني تطيح فيه غادي ديباني ديما تدير بحسابه. سمعتي، انا بالنسبه لي راه عندي كلشي الحمد لله، عندي كلشي وفقني الله، عندي كلشي. ولكن راه كنفهم عاوتاني في تاسيكليست، كنفهم في النصاغ بالبياس، نبدل الذي ندريس يعني البيكالا لا تعوج ليا السلوكه، كنفهم تقريبا في كلشي. ولكن الحمد لله يعني الانسان ماشي متمكن من يعني بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله كنفهم ملي كنديباني راسي. انتم الاخوان كما كتشوفونا هانت على راشا هي عندي السلسله، دابا غتولي مزيانه كاع والله، غتولي مزيانه هذا قصيره شويه. كما كتشوف هنا البياسه ولات بالشتيه. ميت واحد الصديق ديالي كيقول لي بدل السلسله بدل السلسله، ولكن كلشي ما تشاؤون ان شاء الله. ها هي دابا السلسله تقادات صافي اخوان. مكان زوين الصراحه، نتا الطبيعه كما كتشوف كنا كنضحكوا معكم. دابا تقريبا ضربنا شي 10 ديال الدقائق هكاك من بعد قطعت لنا السلسله. المكان زوين وخيال لا راه هو جاي تواز البيكاره، هز معاه واحد القلعه الماء وجايب واحد الجباكيطه دازها للمخبز، انا جايب باسطه وهو جايب باكيطات، انا عند بالي غنسبوريو هو جاي باغي يتسارى. قال لي جبتي معاك البوطه والباكتاج، قلت ليش من الباكتاج؟ ويقول لي بغينا نتساراو تساراو نريحو نطيبو شي كويميله وندير شي حاجه. قلت له ما قلتي لي والو. انا صدقتي يا خيال لا تلقى راسك في قندهار. والله العظيم والله ذات الموازين. مالك علان؟ مالك؟ ويا خويك العقيب، ها الطريق من جينا الاخوانيه، جينا من تحت من هي على الواد من الجهه الاخرى، دزنا في واحد البلاد هنا، قطعنا واحد الكرياج هنا، غنطلع هاد الاتجاه هذا ونشوف هنا شنو كاين الفوق، شوف شنو كاين الفوق ونكملو الطريق ديالنا عاوتاني. اخوان كما كتشوفوا الطريق اللي قلنا لكم غنطلعوا ليها، طلعنا الاخ علي راه مازال جاي في الطريق. كما كتشوفوا هذه الطريق، ها هي هنا تسرحت هنا لابيس، حنا كنا في هذا الاتجاه هذا كنا كنصورو هنايا واحد هنا شويه. ها الطريق اللي غادي نمشيو ان شاء الله معاه، نشوفو غتوصلنا لواحد البلايصه اللي كنا فيها خيمنا فيها داك المره، كنا درنا خرج عفوا ماشي رحله. غنمشيو معاه ونشوف فيها نخرجوا عاوتاني ونكملوا الطريق ديالنا. الجبال هنا كيدايرين واعرين صراحه، منطقه زوينه هذه البلاصه اللي هادئه ما فيهاش منها بزاف. طلعنا فيه يعني هو هذا كما كتشوفوا هذه المنطقه هذه كان هنايا الزرع. يعني شي طريق ما عرفتش انا الطريق، غنشوفوا نتبعوا هذه تقدر تدورنا. اما تخرجنا كاين واحد لاطراس ديال الرويد هنايا، اما كتزيد كاين تما شي طريق ولا كتهود الوادي ولا تكون داخل الديور، ما عرفتش انا الطريق هذه في غاده بالضبط. المهم غادي نتبعوها ونشوف فين نخرجوا. وانتم الاخوان فيما دوز تلقى العساكريه ديال الطريق، شتيهم العساكريه ديال الطريق. سير فحالك والله، واش ديت امك تنديك معايا الا ما نديك؟ والله يا ابوك تنديك تكاجي حدا الدار. سير يا ودي سير 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 رجع لخدمتك مسخوط وادي، ما بغيتيش انا غنزيد. الله عاون. واحد المنظر تا هو هنا زويون من بعد الدار اللي كنا صورنا لكم لهاد الجيب في الهبطه ديالو. كما كتشوف هي ديال البيصه هنا زويونه صراحه. شوف راه الجبال هادو كيبانو، يا ربما كيبانو في كاميرا صغار، راهما كبار شي شويه صراحه. نبانو كما كتشوف صراحه البلاصه زوينه هنايا، وكاين العساكري ديال الطريق صراحه، كاين اللي كيدير عو عو وكاين اللي ما تيديرهاش كاع، كاين اللي سمك. المهم دروي هذاك الحق هذاك العسكري ديال اللي صورت الاخر، قال لك الاخ علال قال واحد النوطه زوينه، قال لك سق ود الناس. يعني من بحث سق ود الناس. تحيه لكم. احسن كلب جبته انا بخير ظريف، نرجع وحدين حتى ما درنا ولا والو. هو اصلا وقيله خايف على راسو كاع، دابا تخيطنا وقيله اصحاب البلاد ما نبحش.
انتم الاخوان ها الحجر هذا الطريق كي داير غادي من علال انا بيكاتي نهزها انا بيكاتي هزها هي هاز البيكار حجر بزاف حجر الدنيا انا صعيبه حجر كي داير مشكل يعني شي والله الا مشكله ها الطريق اللي جينا منها شتي كي داير الطريق هنا كي داير حكول الله الحجر إنه منزل صغير في البرية. إنهم شرطة الطريق، شرطة طرقية ينبحون علينا. إيوا زيد نعرفك راجل زيد. زيد. أرانا واقيلا نشدك نعضك. يا ودي سير بحالك أبو مسخوط لاهم. سير بحالك. راه نعيط لك مبوك على إسراء، والله تنعيط لك على إسراء. سير. سير والله ونشدك انا تنعضك اسراء اسراء ها هو واحد الكليب صغير شتيه ها واحد الكليب هذاك راه واحد الكليب صغير واحد جديان السلام عليكم لاباس بارك الله فيك غادي تلفيل لا الاخ على الجامع حط ثلاثه الباكيطاج الجامع حط البا ديال الحوت وصلى ها هو ناصر البيكاله ديالو الحوت الحوت ديالنا صار الحار تمشي معنا تمشي كاينه اسراء تمشي عند اسراء اجي زيد اجي زيد وتزيد وهذه عليك الامان زيد ها من راه كاين شي حلوفنا توري هذا الفيديو الاصاله تقول لك علاش ما جديتش هو ما بغاش يجي هو بغى يجي هذا صور ليها المعيز شوف اسراء ما المعيزات شتيهم ما الحمد لله انا المعيزات هما هاك الشيء فلان هذا Thank you.
او بريسلي بريسلي اش دير تما؟ تنزل نزل سرعة خوتك سير نزل اي نزل سير بريسلي سير الله يرضي عليك. واحد الحصان مسكين هنايا توا تصدم ما عرف راسو واش تبدا. الجو طبيعي راه طبيعي ما كاين لا تلوث لا والو صافي حنا الصفا صافي الجو زويون والحال شويه بارد واخا مشمش شويه بارد مغمم شويه فهمتي حتى الطبيعه تترتاح فيها خير لا حتى ديما بغيتي تبقى مقرد في الدار و... صراحه طابع زوين ها الشجر شو ها الشجر ما كاينش كاع كاينش كاع البشر قليل لا تلقاتي مع شي واحد وانا قلت لك انا ناخذ شي بلايصك بحال هكا شي نهار جبنا مي يتريبي فيها واحد من الصباح حتى العشيه ويزيد فحالو حتى البلايص اللي غنديك لي زوينه حتى هي فهمتي واخا صراحه ضربنا الطريق تعطلنا كون دابا درنا شي من 11 من 11 دابا راه الوحده و 38 دقيقة الإخوان فهمتي يعني درنا الديبار مع 11 دابا راه الوحده 38 دقيقة مع المشي على الرجلين والشوك والطريق فيها شي شوية صراحة دايرة وحتى حنا أصلا ملي نزلنا تعطلنا الأخ علال صلى ودرنا الكوتي راه تعطل شوية يعني ريحنا واحد شوية وصافي فهمتي يعني اللي خلاتنا تعطل شوية ماكو كان تراكو كان مسرحة يعني ابي نيشان ما كان لابيكالات الاول نقدروا نجيو بكري كنت صغير يعني واحد نص ساعه تكون عندنا زايده فهمتي حتى دابا كما كتشوفوا حنا غاديين مقودين لان بعض المرات كتلقى شي بلايص ضروري خاص تفراني فيهم فهمتي يعني ما عندكش كيفاش دير انا ندوز راه علال ولكن ما غاديش يدوز فهمتي كيدير ليا العرقله في الطريق يعني تبقى تسبقوا القدام وهذيك كتسناه اللهم تمشاو هكا بجوج وكان علي راه عنده عاشي بيكال يعني عالي بحال هكا في تي تي ولا في تي تي ديرت و حتى هو مهي يعني مولف كيتمشى بها هكا في الجبال داكشي انا تكون تراجيديا ديالنا زويون فهمتي يعني تمشى تنقاز دير هذه يعني كتعلم ازاي كدير ونتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو يجي زويون لان صراحه كما قلت لكم في اول فيديو الكاميرات يعني خليت الكاميرات كنصور غير بالتليفون اوبو ندير لها تاهي الاشهار تاهي شوف واحد البلاصه هنا كي دايره الاخوان صراحه بلاصه زوينه هنايا شجر محني واحد الظل هنا يا سلام ظل يا سلام الاخوان هذا هو اللي كاين وتحيه للاخو اخ خويا خالد وخويا زهير وخويا يونس وامين كركوشه وخويا رشيد مصطفى الاخوان كاملين اللي كيعرفونا بدون استثناء واللي ما كيعرفوناش وتحيه للاخوان اللي كيدوزوا عندنا مثلا مره هكا وكتصادم مع شي فيديو ديالك وكيتفرج فيه وكيدير لك ابوني وكيدعمك صراحه الا طحت مثلا شي حاجه هكا كانت خاطئه في الفيديو ولا يعني في الطريقه ديال المونتاج ولا الطريقه ديال فهمتي شي طريقه ما عجبتك خلينا تعليق باش نستافدوا اكثر لان حنا يعني مازال يعني صراحه مازال كنتعلموا ماشي بروفيسيونيل ولكن الانسان راك عارف الانسان ملي كتي فلوغي ضروري غيدير شويه ديال الاخطاء فهمتي باش يجي يحيد المقاطع ويحيد كذا وهذا ضروري يدير شويه ديال الاخطاء واللي تيعرف شي شويه يحاول يفيدنا وهذا الشيء اللي تنتمنى منكم
ماشي بلاص انا لما تحديتيش ولا لا دزت. هنا الطريق شوف الاخوان هنا الطريق كيولات الطريق ولات كلها حجر يعني واخا تكون بروفيسيونيل يعني غات الجانطه غتهرسها صراحه حتى الحجر هنا كاين كيكون بعض المرات كيكون الحجر مقمقم يقدر ما يبان لكش بعض المرات كاع في الكاميرا شي حجر هنا ما شاء الله والله سيكون الرويد هنا يكونوا مقفلين مزيان حتى يطنطنوا الا دزتي فوق شي راس ديال شي حجره صافي عرفي بلي البنو عندك مشى سي المعاناه اللي طحنا فيها الاخوان الحجر واحد الطريق طحنا فيها كل حجر هكا ضروري خاص تهز وتطلع بشويه وتطلع كما كتشوفوا البلاصه كلها محجره كلها جبال شي واحد الجبل هنا الفوق كيداير واحد الغار في واحد الحجره سبحان الله العظيم غندوزو عليه نصوروه كما كتشوفوا هنا الحجر كامل واحد الجبل قداش راه الدنيا كلها حجره مالك علان قطعتي الساك ولا الدنيا كلها محجرة ياك عييتي حجرة نتقوبة راهي واخا انا نشوف اخوان راه علال فين خليتو طلعت لهاد البلاصة ديال التمرة واحد الغار هنا هو هذا الغار اللي كنت نشوفه من الهيلة كان تيبان في الكاميرا معرفتش مع الشمس هنا الاخوان شوفوا الطبيعه كي داير هنا الديكور كي داير الواد راه هو بقى لتحت هنايا كما كتشوفوا الواد كاين هنا يعني جاي ما عرفتش غادي الواد بوركراك ولا لا وكان بيكارتي بقات فهاد الجهه راه هي بيكارتي هنا لتحت هنا في البلاصه هادي فكنا ترا هي كتبان وهذا هو الغار الغار تيجلس هنا تيجلسوا فيها غير فراغ كما كتشوفوا هنايا سبحان الله العظيم صح الديكور داك بحال الكافنيشان راك داك بحال المغارة ديال الهرقل ها هو هذا الغار اللي كنت صورت لهم وهذا الشيء تبارك الله كيدير فواحد الحجره هاي ها هو هذا هو الغار هذه الغار اللي داخل في وسط الحجره كما كتشوفوا الاخوان هنا الجبل شوف قداش طالع هنا راه انا دابا شوفي كاين كاين لتحت ها البلاصه فين كاين هاو مازال تحت ديالو انا دابا كيما كتشوفوا انا هنا وغادي نطلعوا حتى الراس لهي باش غنكملوا الطريق ديالنا باش نخرجوا نحاولوا نخرجوا جهه الشانطي الى لقينا الطريق هذا هو اللي كاين صراحه الاخوان والله المكان رائع بزاف قلت لكم يعني واخا يعني صراحه ضربنا تمره يعني يستحق اكثر والله علال خلي غنطلعوا مع هذيك الجهه راهي اللي غنطلع معها ها انتم الاخوان الغار اللي كتشوف راه هو اونفاس مع صبعي من قبيله عاد وانا كنطلع انا واخ علال ما كاينش طريق صراحه كنت خايف على الاخ علال يزلق ولا شي حاجه باقي لتحت هنايا بقينا كنريسكيو طلعنا كنا نطلعوا من هذا الجبل هذا صعيب كاين الحجر كبير ما كاينش من يطلع من هذه الجهه هذه جينا دزنا واحد الطريق من هنا طلعنا علال داز من هذا الطريق هذا هو فين ما راه كيتسارح انا كنمشي كنهز البيكاله ديال علال وكنهز الباكتاج ديالو وكنجي وكنرجع نهز البيكاله ديالي اه البيكاله ديالي عاوتاني يلا حطيتها دابا راه رجعت عاوتاني باش نعاونو هنا سمعتي والاخ علال كاميرا الله يعطيك الصحه والله اخي بالله صراحه واحد الطريق خايب واحد الطراجي كان قال لي علال نطلعوا من داك الجبل قلت له لا راه كاين طريق حتى كنا غندوزو مع هذا الجبل هذا قلت هذا واحد البلاصه يجينا صورنا فيها سابقه طلو خصنا نمشيو دونك كان عندنا نقطعوا من داك الطريق هادي ونديروا هذا الجبيل هذا ونمشيو نخرجوا البلاصه اللي صورنا فيها وكاين تما واحد الطراجي زوين صراحه زوينه شوف شوف الواد شوف واي شوف شحال المهم تكون تقريبا واحد 400 متر 500 متر ربما اكثر فهمتي لا
ما وصلتش كولومتر. المهم كاين صراحه كاين واحد 800 متر غتكون لتحت فهاد الجهه دي 800 متر. انا نحاول نلوح لكم شي حجره، نلوح شي حجره باش غادي صراحه غادي تشوفوا. انا نطلع فوق الحجره نلوح لكم حجره. ها انتم دابا ولات تبان القضيه، شوف انت نلوح لكم حجره غادي تشوفوا الحجره. الحجره ما تتوقع ما توصل فيها. المهم هاد البلاصه هادي راه فيها هنا البلاصه كيهود من الماء راه كتشد. هذيك البلاصه من هي مجبله بزاف صراحه، هاد البلاصه هادي مجبله، هو داو كان نيشان. وكنصح الاخوان هكا مثلا الا طاح شي جبل ولا شي حاجه ما يحاولش يطلع في البلاصه اللي مالسه، كيحاول ديما يطلع في جناب ديال الحجر. والبلاصه اللي كيكون فيها اصلا داز فيها الماء فحال ديك البلاصه راه كتلقى كيلقاو فين يشدوا اصلا، ما طيح ما والو، كتلقى فين تشد فين تحط رجليك كيكون داكشي الحجر يعني تيكون صحيح. ولا كان فرتت من الاحسن ما تعتمدش عليه وما طلعش معاه. هذه نصيحه لكاع الاخوان، كتحاول مثلا فحال كتاخذ داك البلاصه اللي كتكون مايله شويه كيكون فيها حجر كبير وعندك يعني ملي تدوز كتاخذ داك الخطوه هذه كتبقى تمشي معاها تمشي معاها تمشي معاها وتحاول تتقطع مع الطريق وتعاود ترجع هكا وتطلع حتى تطلع سالم، فهمتي؟ دائما كتختار واحد الطريق ما يعني طريق اولا واحد المسار اللي كيكون سليم، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. ما طيحش نفس الخطا اللي طحنا فيه حنا اليوم. ندعي لصحاب اليوتيوب، نتحدى صحاب شي واحد من صحاب اليوتيوب يجي يصور هنا في هذه البلاصه هذه، يصور ولا يطلع في الطلاعه هذه. شي لو كان صراحه لو كان حاضر معنا شي واحد من الدراري اللي كيصورنا وداك الشيء وكيشوف التعب يعني الطريق اللي يعني مرينا منه والتعب اللي دزنا به غيعطينا البوجور وتحيه صافي. المهم الاخوان كما كتشوفوا انا تحرك عندنا الريح، تحرك الريح والغمام صراحه. دابا صافي غادي نتحركوا فحالنا لان تلفنا الطريق كما كتشوفوا باقا هنا الجبل قدام. هذه هي البلاصه اللي طلعنا منها، هي الاتجاه هذا، الاتجاه هذا هو اللي طلعنا منه، فهمتي؟ السلسله ديالك شوف الجبل كي داير هنا دابا مع الظلمه ما تيبانش ليا. نتمنى تكونوا يعني استمتعتوا معنا بهذه الرحله هذه، كان اللي عجبو الفيديو كان ما عجبوش. المهم الا عجبوك شويه ديال شي كاين شويه الاخطاء، الا كان شويه الاخطاء ولا ما عجبوش شي حاجه في الفيديو كما قلت لكم في الفيديو السابق، انا تخليونا لي كومونتير تقولنا شنو اللي عجبكم شكون اللي عجبكم شي اللي طلع الفيديو مزيان انا كتشجعونا نقدر ندير شي مغامرات اخرين ان شاء الله. راه كنت غندير البارح كنت غندير واحد الطريق زوين صراحه ديال التيفر تخريفره وما ساعدتنيش الوقت، زقت خديت هاد البيكاره هادي اللي كتشوف لي راكب عليها حاليا وما كملتش الطريق. تشاو تشاو، الى اللقاء، وكي جاتكم الرحله مع سي احمد يلا. مازال ما انتهتش الرحله ديالنا، كنا صراحه يلا يلا كملنا، جينا الغابه هاد البلاصه كيقولوا غابه ديال القريعات كما كتشوفوا. انا غنوريكم التوقيت من 11 ديال الصباح، 11 درنا ديبار، انا غنوريكم شحال دابا الساعه، دابا 3:41 دقيقه. ها انتم الاخوان كما كتشوفوا 3:41 دقيقه، خلات يزول كل القلعه عمرهم بلا ما باغي يديهم للدار ما ديال البيع عزيز عليهم. كيما صافي هنا غنوصلوا للنهايه ديال الفيديو. تشاو تشاو، شي كلمه الاخ حلال نختموا بها. اخويا الناس المتتبعين ديالك الله يرضي عليهم الله يحفظهم، ديروا ابوني سي احمد وتبارك الله عليكم. يلا تشاو الاخوان، السلام عليكم.